اهلا بك يا فندم، اهلا بمشاهدي قناه اليوم. قررنا نتحدث عن ما يتم الان في افغانستان من الاتفاقات التي تمت ما بين الولايات المتحده وما بين افغانستان والطالبان بالتحديد. هذه الاتفاقات التي تمت منذ عامين حينما تم الاجتماع في دوله قطر ما بين الولايات المتحده وما بين الطالبان، وتم الحديث على فكره ان يتم ترك افغانستان لطالبان وان تتحكم طالبان الان في افغانستان. والولايات المتحده ما تقوم به الان من ابراء نفسها من تلك الموقف بعد ان قامت بسحب القوات الامريكيه هو هذا السحب الذي تم من خلال الاتفاق الاقتصادي الذي تم ما بين طالبان والولايات المتحده، حينما رحب طالبان بوضع كل نوافذ الاقتصاد في افغانستان تحت ايد الولايات المتحده. هنا اصبح بايدن تحت رئاسه فكره انه لا يريد ان يستهلك العنصر العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان، فلذلك طالب بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ودعا إلى فكرة أن يكون هناك قيادة طالبان داخل تلك المنطقة وتشكيل دولة إلى حد ما دولة إسلامية بشكل جديد. وهنا ملفين سوف يتم عرضهما على الولايات المتحدة. هذا الملف سوف يكون أستاذ محمود معك يا فندم. هنا الملف سوف يكون ملف جماعة الإخوان المسلمين أو ملف الوزارة الخارجية الصينية، ودعنا نقول لك أن هذا الملف الذي سوف يتم عرضه على الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان لتيسير السياسة الخارجية، وهنا من خلال الملفات السياسية التي تم عرضها على الحكومة حكومة طالبان سوف تكون جديدة بعد أشهر قليلة. وهنا نتحدث عن فكرة السياسة الجديدة لتواجد تلك الجماعات الإرهابية في الدول صاحبة النفوذ الاقتصادي من جميع الأطراف. اللعبة الجديدة قام بها بايدن الولايات المتحدة ووضعها، وهي بداية وجود طالبان في أفغانستان بهذا الشكل. طيب أستاذ حسين، هل يمكن الاعتراف بحكومة أو بسلطة حركة طالبان في أفغانستان برأيك؟ دعنا أقول لك، طالما وضعت الولايات المتحدة الضوء الأخضر بتواجد طالبان في أفغانستان سوف يتم الاعتراف بحكومة أفغانستان وبالتحديد حكومة طالبان الجديدة. الآن يتم ترتيب بعض المنافذ السياسية من تواجد متحدث إعلامي لمجلس الوزراء الذي سوف يكون بعد قليل أي أشهر قليلة أيام قليلة يتحدث في مؤتمر عالمي سوف يتكون فيه كل القنوات العالمية والأجنبية لكي يشكل حكومة طالبان الجديدة داخل أفغانستان. ويتم كمان عقد اتفاقات تمت منذ سابق ومنذ عام كما قلت لك مع دولة قطر وغيرها في تواجد تلك الحركة في المنطقة العربية وبالتحديد في التعاون كمان مع المنطقة العربية. دعنا نقول لك، هذه الملفات التي وضعتها الولايات المتحدة لكي تشكل ملفات أخرى في دول أخرى تتواجد فيها الجماعات الإرهابية وتحويلها لجماعات سياسية. روسيا والصين اتخذت موقفا مغايرا في ضوء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأبدت يعني استعدادها للاعتراف بحكومة طالبان. لماذا الصين اليوم تتطلع لعلاقات ودية مع حركة طالبان؟ دعنا نقول لك ان الملف الصيني الطالباني او بالتحديد الافغانستاني سوف يكون هو ملف اقتصادي من الدرجة الاولى، هو ترتيب الملفات الاقتصادية ما بين الصين وافغانستان. الصين تعلم حجم تواجد افغانستان في المنطقة وبالعالم ككل، فلذلك وزير الخارجية الصيني حينما تقابل مع رئيس وزعيم طالبان منذ ايام قليلة وضع شروط، وهي شروط تفنيد او توضيح الملفات الخارجية لطالبان حتى تتعامل مع كل الدول. زعيم طالبان يستقبله كل الدول في العالم وكأنه هو رئيس الحركة، لدرجة أن رئيس أفغانستان رحب لطالبان بتواجدهم وقال لهم أنني أترك أفغانستان في يد أمينة. أين اليد الأمينة التي تتواجد مع طالبان الذي أذاق 20 عاما من ضربات إرهابية لداخل أفغانستان وقضى على المرأة وقضى على كل من يحيل ما يخالف حركة طالبان إن كان في الحدود أو إن كان داخل أفغانستان؟ هنا نقول أن الصين تتلاعب بسياسة اقتصادية مع طالبان ومع تعاون مع روسيا، روسيا التي تريد أن تكون لديها قوة في أفغانستان، هذه القوة تكون ضد الولايات المتحدة. ولكن هذه ترتيب الملفات بالاتفاق ما بين كل من الأطراف بانسحاب الولايات المتحدة بجيش من أفغانستان وبتواجد الصين وروسيا بترتيب الملفات السياسية لطالبان في الخارج والداخل. وضحت الفكرة ضيفي من القاهرة أستاذ محمود حسين، رئيس مركز سعود زايد للدراسات السياسية والبحثية والاستراتيجية، شكرا لك.